مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلن استئناف العمل في المحاكم بعد أن أغلق أبوابه بسبب اعتصام لأنصار الصدر، لتتوالى بعده دعوات التهدئة، ثم ليستجيب الصدر لهذه الدعوات وينصح أنصاره بالانسحاب والإبقاء على الخيام. في الأثناء أعلنت في العراق حالة الإنذار في بغداد، وقال مصدر أمني للعربية حالة الإنذار تشمل منع دخول أي أرتال عسكرية. الرئيس العراقي برهم صالح شدد على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتا إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد. أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي فأعلن أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه يشدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد. البعثة الأممية في العراق أكدت على الحق في الاحتجاج السلمي، معتبرة أنه عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. تصاعد الأحداث هذا يأتي بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله، واصفا تصرفات مناصري الصدر بغير الدستورية.